استضافت العاصمة الأردنية عمان منتدى حلول الزراعة الرقمية 2023 الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية لتقديم المساعدة على إجراء التحول الزراعي الرقمي بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. احنا عنا التنسيق ما بين الدول وعمل استراتيجية إن شاء الله للمستقبل بهذا الموضوع وتوصيل المزارع مع المستهلك الأسواق قصدي وكيف ممكن احنا نزيد من كفاءة الزراعة. It was an opportunity to meet with international organizations, private sector, NGOs and see different models. We have to be mindful of some of the risks that that can bring, which further exacerbates poverty. Therefore, the UN A Better Than Cash Alliance has created 9 responsible principles that work to mitigate these risks. وإلى جانب الاهتمام بالشمول المالي وشبكات الأمان للمزارعين، قدم المنتدى معرضاً لعرض الممارسات المبتكرة من القطاعين العام والخاص في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يسهم في تعزيز الإنتاج والإيرادات الزراعية. Using this device, the farmer can go like once every 3 months or so and check all of his trees to find out the trees that are infected with the red palm weevil before the infection becomes severe. Our aim is a poultry management solution that manages the whole poultry value chain. It's a software that actually provides efficiency and reduces a lot of waste. تحتاج الزراعة الرقمية إلى اعتماد نهج حكومي متماسك بالإضافة لأدوار مختلفة لجميع قطاعات المجتمع لمساعدة صغار المزارعين ليصبحوا أكثر قدرة على الصمود وتحسين سبل معيشتهم، هدف تعمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع شركائها على تحقيقه بالمنطقة.